متابعات راديو ام في عدد جديد اللي ما راناش ساكتين قبل نهايه الموسم موسم هذا السنه. اليوم احنا نهضروا على موضوع شغل كثير الراي العام شفناه عبر التعليقات والتفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي حول غلق بعض القنوات. نذكر انه سلطه الضبط ضبط السمعي البصري قالت في بيان تقرر الوقف الفوري والنهائي لقناه الجزائريه وان، وطلبت من وزاره الاتصال صاحب الاعتماد من القناة وتنفيذ قرار غلقها نهائيا. وتقرر الغلق الفوري والنهائي كما يقول بيان سلطة الضبط السمعي البصري، اللي قالت أنه تقرر الغلق الفوري والنهائي لقناة الجزائرية وان لأسباب تتعلق بعدم احترامها لمتطلبات الأمن العام. كما تقرر غلق قناة البلاد وسحب الاعتماد لمدة أسبوع بسبب ارتكابها خروقات تقول أنها تتعلق بعدم احترامها للتوصيات الخاصة بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها، حسب ما أورده بيان مشترك لوزارة الاتصال وسلطة السمعي سلطة الضبط السمعي البصري. apparemment j'ai un problème avec le titre. كذلك نهار 2/16 أوت نذكر أنه سلطة نفس السلطة يعني اللي عندي مشكل مع النطق تاعها طلبت في بيان لها من وزارة الاتصال الغلق النهائي والفوري لقناة لينا تي في. هي قناة جديدة كان عندها أشهر فقط، ربما 6 أشهر ملي بثت وأطلقت بعد التحذير الذي كانت قد وجهته لها سابقا ودعت فيه إلى احترام المبادئ المهنية المعمول بها. موضوع اليوم هذا هو موضوع رأي عام. أعطونا أراءكم على 077-77-66-98. اتصلوا بنا قولوا لنا هل أنتم مع أو ضد غلق هذه القنوات، ما رأيكم في صحافة اليوم مع أنها كاين قنوات يعني قنوات إخبارية القنوات الأخرى لا، كما قناة لينا تي في ماهيش قناة يعني إخبارية. عطونا أراءكم، شاركونا النقاش، هذا نقاش هذا الموضوع ربما ليهم الرأي العام. هل عندكم تخوفات من غلق قنوات أخرى، تخوفات من تغيير نشاط وتغيير السمعي البصري يعني في هذه الأيام وين كاين تغييرات كبيرة، ربما خاصة أنه شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي لزافي سون ميتيجي، كاين اختلاف كبير، كاين اللي راهم ضد وكاين اللي راهم مع غلق هذه القنوات، وربما كاين انتظار غلق قنوات اخرى ما نتمناهش لزملائي الصحفيين، لانه هذه القنوات الثلاثه يعني كاين فريق كبير ناس يعني عائلات اللي فقدت بين يوم بين عشيه وضحاها يعني العمل تاعها والدخل، وكانت تكسب يعني قوتها من هذه القنوات. يعني ما نقدروش نغلقوا قناه بين يوم وليلة بلا ما نتخذوا اجراءات لازمه ربما لتعويض العمال اللي على بالنا كاع، لانهم انهم ما راهمش رايحين يعني يتحصلوا على تعويضات يسوغوتروفو شوماج. النظره والقراءه القانونيه لنهار اليوم ولما يحدث مع ماتخ ماجد حاشور. اهلا ماجد حاشور، مرحبا بك. بخير عليكم، واش راك ماجد؟ لاباس الحمد لله تري بيان، جيسبر كو راك تسمع فينا مليح. حالي باش نترحم على الاخر على عائله، نترحم على جمال بن اسماعيل الله يرحمه ربي يرحمه، ونترحم ثانيك على تقريبا 190 نعم ماتخ ما راناش نسمعوا فيك مليح. انا نسمع فيك فوالا كاين انقطاع، كاين انقطاع في الاتصال ماتخ. الو الو هنا رانا نسمعوا فيك، نتمنى نكون تكمل المكالمه على هذا المنوال. قلت لك دوك نطرحت على 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 الوفيات تاع تاع لي زانسوندي تاع تاع يرحم ويغفر لهم ان شاء الله، وثانيك المجروحين هذوك ربي يشافيهم، ونترحموا على جمال بن اسماعيل خونا وصديقنا اللي توفى الله يرحمه واستشهد، نقولوا استشهد الله يرحمه ويوسع عليه ويعطيه. قل لي موضوع اليوم هو موضوع فيما يخص يعني حبينا نتحدثوا ربما نطرحوا سؤال على المشاهدين حول موضوع غلق القنوات اللي أثار وشغل الرأي العام في الأونة الأخيرة. عندنا قناة الجزائرية وان، قناة البلاد، وقناة لينا تي في. ما هي قراءتك القانونية لهذا القرار؟
راك تسمع فينا مجيد حجور؟ انا نسمع فيك بصح قطرت الصوت تاعك اللي راح كاين انقطاع. نظن انه مشكل في لو ريزو. معليش نعاود السؤال، يعني ما هي قراءتك القانونيه لما يحدث، يعني غلق قنوات وسحب الاعتماد بالنسبه لقنوات اخرى، يعني ما هي قراءتك القانونيه؟ وفيما يخص العمال، اللي مئات العمال يعني اللي كانوا يعملوا بهذه القنوات كانوا يكسبوا قوتهم، يعني دو جور او لوندما يفقدوا العمل تاعهم والمناصب تاعهم، يعني ما هي قراءتك القانونيه مجيد حجر؟ درك لازم نعرف من جانب قانوني هناك يعني كيف يقول هناك فراغ كبير. يعني قانون تاع الاعلام كان في على بعض 91 و 92 كمان اونلاين كمان صدير القناه ماشي القناه الجرائد صدير الصحافه الكاتبه ما عندناش كيما نقولوا قانون خاص ينظم هذا الوسائل الاعلام. لا المركز نهار تلقوا كاع القنوات ما كانش قناه اللي عندها اعتماد في الجزائر، لازم نقولوا ونعاودوا، هي كلها قناه تخضع لقوانين بلدان اخرى لانها تبث من الخارج. نعم الخارج والدوك تخضع تدير ستريتر معين من جانب القانون الاساسي تاعها اللي تخضع القانون الاجنبي. هنايا راهي توظف في ناس وتجيب كما يقولوا تصريحات باش يحلوا مكاتب انكم مكاتب ماكاش ما عندناش مراكز كما يقولوا تاع هذه القناه ولا هذا المركز القناتي في الجزائر. ماتخ مجيد حاشور اسمح لي، لكن نظن انه من الاحسن نعاودوا نتصلوا بك لانه كاين انقطاع، وعلى بالي المشاهد ما راحش يفهم ربما، والتدخل تاعك مهم في هذه النقطه. معليش نحاولوا نتصلوا بك مره اخرى، الفريق التقني يحاول يتصل به مره اخرى. نتمنى انه نقدروا نسمعوه يعني في الاتصال لو بروشان ابل. اتصلوا بنا على 077-77-66-98، اعطونا ارائكم حول الموضوع، هل انتم مع او ضد هذا الغلق للقنوات، وما هو رايكم حول المشهد الاعلامي في هذه او المشهد الاعلامي الحالي الجزائري. نروحوا لفاصل موسيقي صغير ونعود لكم. مجددا لي مارانج ساكتين دائما مع ماتخ مجيد حاشور، نتمنى انه هذه المره نقدروا نسمعوه. اهلا ماتخ. اهلا، نتمنوك. سي سوبر، الصوت مسموع ان شاء الله. سي سوبر، نظن انه اون بوفوار كومونيكي. نعاود لك سؤال ربما انت على بالك بالموضوع، يعني ربما الحبذا لو كان تعاود لنا يعني القراءه القانونيه من الاول باش المشاهد يفهم. دونك جو ديزي كو لو بروبليم كي سبوز درك باسكو القنوات هذوما قلت بلي ديجا كاين فراغ. اخر قرار اخر قانون كان ينظم الصحه المكتوبه، عمره ما خرج ما عندنا قانون اللي ينظم الصحافه المرئيه. المشكله راهو هنايا باسكو حنا اصلا عقليتنا ماشي عقليه تاع فتح القناه تاع فتح القنوات باش نقولوا. دونك كاين قنوات اللي فتحوا اللي داروا اللي فتحوا بون اللي داروا قانونهم اساسه الاساسي في بلدان اجنبيه وفتحوا في تلك البلدان، يعني البث يكون هذاك البلد يتبث من بلدان اجنبيه وتخضع للقانون الاجنبي. وفي الجزائر راهي حله غير مكاتب. صحيح، ماشي ما عندهاش مقرات مركزيه، عندها غير مكاتب، والمكاتب هذه خطرات يكونوا يصرح كيما بربر تي في بار اكزومبل باش يكون كاباسيتي دي شان ولا شنو، عندها تصريح والمكتب هذاك راه مصرح به. كاينين قنوات ماشي مصرحه بصح كي شغل ما سون توليري، يعني متسامحه، يعني صدير الناس متسامحه باش تفتح اكسيتيرا. بون هذا التسامح انعدام صدير انعدام يعني الاطار القانوني انعدام الاطار الشرعي، وهذا ولا كي شغل ولات مواضيع تاع اونتر بارونتيز ولات مواضيع تاع الشونطاج. يا تفتح تقول كيما نخم وما تخرجش، عندهم اطار وعندهم خطوط ما يخرجوش منها، يكملوا يخدموا الى خرجوا يعني كونسيامون ولا انكونسيامون من هذه الخطوط، مصيرها الغلق، سحب تصريح واما الغلق. برك المشكل كي سبوز سيكو البروبليم اللي بلي بروفون، يعني المشكل اكثر عمق. هل نحن دوله تدخليه
يعني دون ان اتا انترفونسيونيست ولا دون ان اتا ريغولاتور. الصحافه المرئيه او المكتوبه يجب ان تكون في اطار يعني الدوله المنظمه في اطار تنظيم يعني في اطار الضبط في اطار الضبط. حنايا ما عندناش خطرات نكونوا في اطار دوله الداخليه وخطرات في اطار الضبط. لا بروف شوفوا وزير الصحه وزير الاعلام اللي يقرر كاريمو الانترفيو يعني يخطب ويقول بلي هذه القناه قناتي نغلقوها باي اسم باي اجراء باي ما على بالناش. خطرات الضبط خطرات الانترفيو كما يدخلوا في اطار هذاك تاع كما يقولوا الوكالات الضبط هذيك بلي هي كيس برونونس ولا هي التي تنطق بالغلق. من البروبليم وين راه؟ ما نجوش نغلقوا باش جوست نغلقوا باسكو علاه نغلقوا عندها اطار تاعها التنظيمي نفتحوا قناه لازم يكون عندها اطار تنظيمي باسكو علاه دوك المشكل وين راه؟ المشكل سكو المقرات راهي في دول اجنبيه. نعم العمال اللي باش خاطر يتسرحوا سي كلير باسكو بون لي قوه قاهره ما ولا الفريق اوبلي اوتوماتيكمون يتسرحوا. دوك البروبليم كيفاش نعوضوا هؤلاء العمال؟ دوك البروبليم ولا راك سبقتني ربما سبقتني لهذا السؤال. انا كنت يعني كنت حنقول في الجانب القانوني يعني ما هو مصير العمال؟ هل القوانين ربما تاخذ اجراءات ولا لتعويض هاد العمال لانهم يمكن يعني مقاضاه تلك القنوات باسم المكاتب هذه تاع الموجوده في الجزائر من البروبليم سيكتر يا ان سيكيرس نقولوا بلي سيكينا نيكس يعني لانكس بالعربيه كما يقولوا يعني كما يقولوا ملحقه يمكن يعني مقاضاه يمكن ملحقه من البروبليم. المشكل اللي كان برك العامل الشارع يكون عنده حقوق لمن بار اكزومبل يكلفوا ولا لمن يبلغوا. هذا هو المشكل. النهار صدر فيه يعني المعادله جات ظالمه من الاول برسكي تفرح لمكتب ما في قناه ما لازم لها اطار قانوني. هذا الاطار القانوني منعدم. هذا هو المشكل كي سبوز. بون هما قالوا بلي كي يكون مكتب ما يشغلوش اكثر من موظف وموظفين ومن بعد تكون عندهم بتاترا يكون عندهم عقد والعقد ولا قانون داخلي بيناتهم يعني يحدد اطر تاع العمل واطر التوقف عن العمل اكسيتيرا. هل هذا موجود؟ ما على بالناش حتى البرك ما على بالناش كما يقولوا القانون الداخلي تاع هذه المكاتب وحتى كما يقولوا العقود تاع عمال هؤلاء المكاتب تاع هؤلاء عمال في هذه المكاتب. هذا هو دونك البروبليم. وين راه البروبليم بالنسبه للعمال؟ هذيك يطرح مشكل كبير برك. علاه؟ اذا كان القانون يعني يعتبرهم عمال يعطي صحيح في ناس باش يشراو داكور يعني بروبليم. من بعد يكون عندك حق المكتب هذاك فاش كتلغى فاش توقف لمن نبلغوا؟ تبلغ لا سيكيرسال هذيك تاع في الاخر تروح وحده في لندن وحده ما على باليش وحده في اسبانيا وحده كيفاش تبلغوا؟ لحقوق العمال ربما كيفاش تبلغوهم؟ المشكل كيفاش تبلغوهم؟ يعني معك راني مع حقوق العمال كيفاش تبلغوهم؟ صحيح يغلقوا المكتب ومن بعد ما تلقى حتى واحد ومن بعد روح من بعد باش تعوض. هذا هو المشكل سيكو ماشي البروبليم الثغرات القانونية. كيف؟ الثغرات القانونية اللي ما تحميش العمال. ثغرات قانونية ما كاينش قانون يكون ثغرات كي يكون قانون. نعم صح ما عندناش قانون. البروبليم سيكو القانون المنظم لأوبور ولا القانون المؤطر لهذه المكاتب لهذه القوانين مازال ما درناش. داير راهم يخموا حتى البرك راهم يخموا بلي يديروا داير مام في الاجتماعات اكسيتيرا راهم يخموا باش يدير اطر قانونيه للقنوات.
هذا هو المشكل. ما تظنش ماتخ ماجد حاشور، ما تظنش انه ربما لو كان يكون تأطير اكثر وتكون قوانين لضبط هذه القنوات يعني يتغير المشهد الاعلامي، وربما نشوفوا يعني ما تكونش يعني ما يكونش يعني اون فاريتي في المشهد الاعلامي، خاصه من ناحيه لا لين ايديتوريال، الخط الافتتاحي، من ناحيه حريه الصحافه، حريه التعبير، سهوله الوصول للمعلومه بالنسبه للصحفيين. أنا النادي وظلنا النادي من واحد متسائل، ماشي غير من الاعتقال تاع حادثة تاع خالد الدرارمي، ماشي وقت ماشي ما استنيناش ولا ما قرعناش حتى يعتقل صحفي كيما خالد الدرارمي باش النادي بالأطر القانوني، باش حنا قانونيين من واجبنا ومن مهمتنا بلا مزيتنا باش نادو بالاطر بتواجد اطر قانونيه. طبعا اطر قانونيه كنقولوا لازم يكون اطار قانوني، هذا الاطار القانوني يحمي الدوله، يحمي المجتمع، يحمي الصحفيين، يحمي الصحفيين ويحمي العمال. مي لا حنا اكشوالمون هنايا سياسه التسامح، كانت بغينا ولا كرهنا كانت سياسه اعتباطيه. من جهه نحلوا قناه باش نزوخوا قدام الناس بلي هم كاين قناه، ومن بعد من جهه اخرى نبلوكيهم باش ما يخرجوش من تلك الاطر المحدده بلا ما نهضروا، ومن بعد البروبليم شكون اللي تضرر العامل، ذلك العامل البسيط الذي يعمل في تلك القناه او في ذلك المكتب. هذا هو المشكل البروبليم. نعم كما قلتي بالنسبه كما يقولوا بالنسبه للسورس اكسيتيرا، خالد الدرارمي ولاو يحاسبوه على علاش حكم مبلغ من قناة، علاش ما حكمش مبلغ من قناة، علاش ما حلش تليفونه تاعو باش يعرفوا الاخر لي سورس تاعو. الو على بالنا بلي الصحافة مهنة خاصة، والصحفي من حقه يحمي المصادر نتاعو. اكزاكتومون سي سون دروا سي سون ديفوار، من واجب الصحفي ان يحمي اكثر من روحه، وحقه من جهة اخرى حقه بصح واجبه. نعم واجبه يحمي المصادر، يحميه بكل روحه بكل معنوياته بكل ما فله من امكانيات يحمي الاخر، واجبه حتى واحد ما يحاسبه. مي بروبليم يحلوا لك تليفون باش يعرفوا المصدر من اي، واش من قانون؟ ما كاش قانون يقول لك بلي انا لازم تقول لي بلي فاليكزومبل لازم توضح لي ولا تذكر لي المصادر. ما نذكرش المصادر تاعي، عندي مصدر تاعي في لبنان ديفورد ما تحاسبنا كيفاش علاه. المشكل تاع الاخر ما عندناش قانون صحافه يعني واضح، ما عندناش قانون صحافه، قانون تاع الصحافه ولا قانون الاعلام واضح. حنا حبينا رانا ندعو رانا من بكري من اليوم الغدوه مازال طونك ما يكونش هذا القانون اللي يوضح كل المسؤوليات، اللي يوضح كل المهام، اللي يوضح كل الاطر، اللي يربطوا بالدستور اللي يحمي لا ليبرتي ديكسبريسيون، حق التعبير وحق الصحافه وحق الشعب في المعلومه. ما نلحقوش طول طون ندوروا نلقاو مشاكل كيما هذه. برك علاه برك علاه بك تحلي انا بون حليت راك حليت المكتب طري بيان، بصح كي تحل المكتب ولا تغلق المكتب كيفاش هكا جيت هكا تقول لي هذا المكتب مغلوق هذا لازم قرار. برش علاه؟ برش حق التقاضي ضد اي قرار يصدر من السلطه العليا يعني مضمون. انا تقول لي راك مغلوق، تروح عند عامل نقول له راك مرفوض ولا راك نحبسوك اليوم. قرار وراه قرار تاع التشريح يعتبر تعسفي، يعتبر اعتباط. يعتبر اعتباط سي با سيريو. وان دون باي ايماج سيريو للناس اللي راهي تشوف فينا، ولا الناس اللي راهي الاتون دي سينيو دو نو. كي فاهمه؟ دونك المشكل هاوليك، المشكل سكو ما عندناش اطار قانوني خاص ينظم الصحافة المرئية والمكتوبة بصفة واضحة ودقيقة، حيث توضح فيه كل المسؤوليات والحقوق والواجبات والمسؤوليات. هذا هو وطول ما كاش هذا الإطار مازال نعومو في هذه الغرابة كما يقولوا سيدي بيزاري. نعم تفتح غدوة تغلق، ومن بعد غدوة يقول لك ساي سمحنا لك روح افتح، ومن بعد غدوة نو راك تفتح بصح شي هادي باسي باش كمان الخطوط الحمراء. وضحوا لنا هذه الخطوط الحمراء.
نعم، لكن ما شفنا أنه كانت هناك توقيفات كثيرة طالت ربما من سنتين الأخيرتين منذ ولادة الحراك، كانت توقيفات كثيرة يعني طالت صحفيين وعمال في الإعلام بصفة عامة، وكما راك تقول ما كناش نعرفوا شنو هي الخطوط الحمراء وشنو هي يعني أكل مومو رانا خرجنا من القانون وأكل مومو يعني رانا خارقين القانون. غدوة تغطوا المسيرة يقولوا لك حلال، بعد غدوة تغطي المسيرة نفس المسيرة تغطوها بعد غدوة يقول لك حرام، حبس على بها. شنو كنزة باغ اكزومبل خطو وش دارت؟ غدوة المسيرة. خالد دراني سي لا ميم شوز، خالد دراني لا كوفير المارش، الناس راهي تمشي شاد دخلوا هو خدام شاد دخلوا ما قال لهمش، ومن بعد قالوا له بون خلقوا له حوايج اخرين. من حنايا البرانسيت بنو في الدواري سيتي صح والله اريتي باسكو فازي سون ترافاي، لا ميم شوز بور كنزة خطو والله اريتي باسكو فازي سون ترافاي. شكرا جزيلا ماتخ ماجد حاشور، دائما تتحاضر معنا في مرانج ساكن، يعطيك الصحة على المعلومات هذا والتدخل. تجارة فليزير، يعطيكم الصحة. إلى اللقاء. سلامة. جمال بالعربية يقول للأسف طرح السؤال حول حالتين خاصتين في قطاع الإعلام لا يمكن أن يقدم حلولا معقولة وعملية لمشاكل مهنة الصحافة. أطراف كثيرة مشاركة في صنع هشاشة المهن الإعلامية بما فيها الإعلاميون أنفسهم، وهذه الهشاشة مقصودة وتستعملها منظومة الحكم أداة للتحكم في الإعلام وتسخيره لخدمة وجهة نظرها. ما نقدرش نقرأ كاع التعليق تاعك جمال بالعربي، شكرا جزيلا على هذا التدخل. ان ادل يقولنا سي با دو تو اون بون ايماج كو دون لو بوفوار اون بلاس، لا تيلي ات ان اسباس ا انكوراجي اي نون ا اسيشي. اتصلوا بنا على 077-77-66-98، عطولنا أراءكم حول ما يحدث حول غلق القنوات، هل أنتم مع أو ضد هذا القرار، وما رأيكم في المشهد الإعلامي وكل البرامج المقدمة من مختلف القنوات الإعلامية في الجزائر. عودة مجددا بعد هذه الأغنية الرائعة تاع سكينة حفص، هي une artiste maghrébine رائعة هذه الأغنية. جو كخوا كو سي اون ريبريز، جو با دير دو بيتيز، ما على باليش. نعود لموضوع اليوم، موضوع غلق القنوات، موضوع الذي شغل الرأي العام. معنا مالك هذه المرة، أهلا مالك. ألو مالك من بريكا. مالك انقطع الاتصال، فريق تقني. الو مالك، يا مالك معليش نحاول نتصلوا بمالك مرة أخرى. نذكر أنه موضوع اليوم، لا قبل ما نذكركم بموضوع اليوم، الهاتف هو 077-77-66-98، اتصلوا بنا حول موضوع الذي شغل الرأي العام، الغلق والوقف ربما فيما يخص بعض القنوات القنوات التلفزيونية. سلطة ضبط السمعي البصري قالت تقرر الوقف الفوري والنهائي لقناة الجزائرية وان، وطلبت من وزارة الاتصال سحب الاعتماد من القناة وتنفيذ قرار الغلق النهائي. كذلك قناة البلاد تقرر غلق هذه القناة وسحب الاعتماد لمدة أسبوع بسبب ما تقوله أو ما يقوله بيان هذه السلطة ارتكاب خروقات تتعلق بعدم احترامها للتوصيات الخاصة بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها، حسب ما أورده يعني بيان مشترك من وزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري. وقالت كذلك أنها سجلت خروقات من قبل القناة التي لم تضع ميكانيزمات وإجراءات تقنية خاصة بحماية الأطفال القصر. نذكر أنه نهار 2/16 أوت يعني الأسبوع الماضي طلبت نفس السلطة في بيان من وزارة الاتصال الغلق النهائي والفوري لقناة لينا تي في. مالك ما زالك معنا هذه المره؟ منال راحلنا مالك، معليش منال. الو وي الو بونجور مرحبا بك في مرانج ساكن. الحمد لله، وانت واش راكي منال؟ الحمد لله. داير نقدموا تحيه لكاع المشاهدين والمستمعين لقناه راديو ام. مشاهدين ومستمعين يشاهدونا في يوتيوب وفيسبوك ويسمعونا في ساوند كلاود. اكزاكتومون، تري بيان، تحيه لك منال. سي تري امبورطون. وي دايور
وي سورتو افيك لاكтуаليتي تاع دوكا كوم وايك علاش انا ما نروحو يعني بينا انا نلعب زوم انا نلقاوش وي واجينا تي في ولا الجزائريه وان و اوتر اسكو راكو ضد ولا نعم اسكو vous êtes pour ou contre alors pour et contre en même temps pour parce que oui انا نشوف خروقات قانونيه يعني واضحه في قنوات الخاصه هكا Et aussi contre, parce que maintenant j'ai un règlement pour Sahafa, le Mar'iya. سمعي البصرية وهذا الشيء اللي قالوا exactement. قالوا هذا الشيء قالوا يعني واللي أكد عليه ماتر ماجد حشور المحامي اللي كان معنا في بداية عدد اليوم. Mais après, c'est pas étonnant non plus. Hein. Oui, oui, oui. Yann, exactement, c'est pas étonnant le fait qu'il n'y a pas de règlement pour le Qanawet Samaya al-Basariya. On a vu le Sahaf al-Maktouba, et on a vu le Sahaf al-Maktouba, qui a été déstérée dans le Dessatir, عالمياً. Yann, pourquoi on est choqués et on voit que les Qanawet khassara sont tغلق وحتى لما نشوفوا اسمحي لي منال حتى لما نشوفوا يعني ربما هذا الشيء ذكرنا يعني احداث غلق القنوات ذكرنا بسلسله اللي عشناها كلنا يعني توقيفات اللي طالت الصحفيين زملاء المصورين كذلك وكانت يعني خروقات قانونيه كبيره وانه ما كناش نعرفوا ما هو الخط الاحمر اللي ما لازمش نتعداو عليه هذه يعني اسمحي لي أنسة أميرة بصح يعني كي نشوفوا احنا الصحافة المكتوبة اللي عندها تنظيمات وهي صحافة حرة ونشوفوا بلي كاين دي ديتوني دوبينيون اي بيرسونيلمون جي بيردو مون فيسبوك جوست بوغ ان ارتيكل اي مون تويتر ان سو يعني علاش نتوكا كي نشوف توتي بوغ ان ارتيكل فوز ات جورناليست منال Non, pas du tout, je ne suis pas journaliste, je suis étudiante en droit. D'accord. Oui, et donc voilà, et ma chez Takedalik à la Twitter, parce que à la belle et belle, tu m'as les chauffouk, juste en Twitter, pas ni Facebook ni autre. Donc tu as aussi le machin, alors tu as le Twitter, mais je chauffouk, c'est ça? Non, pas du tout. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. طبعا, طبعا, للأسف, للأسف, يعني, للأسف, مكرس دستوريا, لكن رانا نشوفوا هاد الخروقات, حتى الدستور, يعني ما ولاش مرجع باش نحمي نفسنا. ما ولاش مرضى ولا دستور مرن ما عنده حتى كريديبيليتي مالوغوزمون وي وي سي اوني لو سول ايتا اللي ولا عندنا دستور مرن يعني لا اوكين كريديبيليتي ولينا نشوفوا خروقات قد الدنيا يعني ميم بريسامبسيون دينوسونس اللي اكزيست بلو شي نعم ذكرتينا في حادثة جمال ربي يرحمه جمال بن اسماعيل وين حكم يعني صبرنا كامل يعني حكم يعني بطريقة بشعة وحكم بعيدا عن القضاء و يعني قتل بأبشع يعني طريقة للأسف يعطيك الصحة منال على المشاركة تاعك ربما سؤال أخير بما أنك كتقري نعم أنا سؤال اخير بما انك راكي تقراي في مجال القانون لو كان يعني ربما يكون عندك يكون في يدك تشريع يوما ما نتمناه وانك تكوني يعني في مناصب عليا واش تغيري في القوانين الخاصه اللي ربما اللي تضبط المفروض انها تضبط المشهد الاعلامي والقنوات التلفزيونيه يعني مجال السمع البصري يعني تكريس المبادئ العالميه يعني في الصحافه في الصحافة السمعية البصرية هذه أولا أكيد يعني على خاطر نشوفوها غير فعالة ويعني ما بيكون عندي يد التشريع لو كان حيكون عندي يد التشريع مسبقا ولا بلوتو يعني فينمون جوري جامي لو دغوا أو بيان داميليوري كوا كو سوا طون كون ا لو ميم سيستيم كي غوفيرن مالوروزمون تشوفي إنه ما حيش يكونوا عندك لي بروغاتيف إكزاكتومون دونك إل فو كو لو بوبل سي ريفولت فوالا شكرا منال شكرا جزيلا إلى اللقاء ميرسي بوكو أوروار ما زلنا دائما على ما رانا ساكتين على 077 77 66 98 فاصل موسيقي صغير ونعاود نولو تعاود مجددا لما رانا ساكتين هذه المره مع سمير اهلا سمير اهلا السلام عليكم سلام مرحبا بك في ما رانا ساكتين سمير من وينك تصل بنا من تيزي وزو من تيزي وزو واش راهي تيزي وزو سمير والله نقول الحمد لله على كل شيء يعني الامور بدات يعني على الاقل نقولوا النفوس بدات تهدأ على الاقل بدا شويه الوضوح هكذا وهكذا هذه هي يعني رانا في معركه ورانا في حساب امواتنا هذه هي وربي يرحم كل اللي توفى يعني في الجزائر كلها
نعم. وأيضا يعني نترحموا على الشهداء الذين يعني فقدناهم الفعل الإجرامي اللي أدى إلى وفاة تقريبا 200 شخص من يعني إثر هذه الحرائق. ونتمنوا الصبر لعائلة الضحايا كذلك سنة. إيه كل العائلة الضحايا بطبيعة الحال، خصيصا بالنسبة لي يعني المرحوم جمال بن سماعيد ربي يرحمه إن شاء الله، وربي أيضا إن شاء الله يصبر أهله وأهل الجزائريين، لأنه كلهم جزائريين في آخر المطاف، والبلاد هذه اللي تحرقت راهي منطقة لا تتجزأ من الجزائر. ها وربي إن شاء الله يجعل الخير. أمين أمين. إذا بالنسبة لهذا الموضوع تفضل سمير، دخلت فيما يخص هذا الموضوع. تفضل سمير. إيه شكرا. إذا أول شيء يعني ما نحدوش، أنا ما نحددش الموضوع هذا ولا في قناتين ولا في نتكلم نتكلم على السمع البصري بصفة عامة. بصفة عامة. داكور. أول شيء يعني راني دونت هو أنه أولا القوانين المعتمدة حاليا كلها سواء كانت سارية في عهد الرئيس المخلوع بوتفليقة أو كانت مهيئة آنذاك، اللي كانت قوانين وكان فيها تعديلات إلى غاية اليوم، يعني كلها هذه القوانين هي راهي قوانين أوتيئت في النظام السابق، يعني ما زلها في النظام السابق أو كانت مهيئة آنذاك، يعني كانت مهيئة آنذاك وتم المصادقة عليها والتصويت عليها، يعني بطرق محددة. أول شيء يعني كان فيه شعار وضع من طرف السلطة، يعني وضعت يعني كل الحكومات اللي جوزت وضعت واحد الشعار، واشن هو الشعار هذا؟ يقول إنهاء احتكار الدولة للمجال السمعي البصري، هذا هو الشعار، وهذا بقى شعار في الحقيقة، هو بقى شعار. واش اللي حدث؟ اللي حدث هو أنه يعني كان فتح المجال، ولكن فتح المجال هذا كيفاش كان؟ كان في تسيير الموارد البشريه والماديه فقط، يعني انت يعني لما تاسس وكاله ولا ديري ناجونس دو بريس، عندك لو بيرسونيل وعندك لي باتيمون وعندك لو دور عندك لي مبل هذوك ليك انت. اما تحرير النشاط ما كانش تحرير النشاط، اللي يقول لك كاين فيه تحرير النشاط هذا كذب، ما كانش تحرير نشاط، فيه تحرير يعني فتح المجال اللي يدخلوا الناس يدخلوا بدراهمهم وبالمستخدمين تاعهم وبالحيطان، اما في التصرف وفي المواضيع وكذا في الخط الافتتاحي وفي البرامج كذلك. نعم شوفي هذه باش نسموها يعني بالاسم على مسمى الممارسه الحقيقيه لحريه الاعلام، لانه السمع البصري كما تعرفوا هو شكل من اشكال حريه الاعلام. طبعا من اشكال فوالا. دونك الان اذا كان ما عندناش الحريه في 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 في, في, في الاعلام، طبيعه الحال ما يكونش في حريه في الصحافه، وعندنا الميدان وعندنا الواقع وعندنا يعني عدد من الصحفيين والمعتقلين الراي يفك صرحهم ان شاء الله ويجيب ربي يصبر لوالدينهم. هادو كلهم هي دلاله على انه الشيء اللي رانا معاشين فيه ما يعني يتعارض مع النصوص القانونيه، وفيه ما يستمد الوجود نتاعو من النصوص القانونيه، ولكن ليس بالطريقه السلبيه، لا، هذه فيه نصوص قانونيه ما تخدمش حريه الصحافه، ما تخدمش حريه الراي، ما تخدمش هذه القوانين كلها. على سبيل المثال نعطيك مثال مدام، يعني في القانون اولا انا تمنيت لو كان يكون فيه المشرع الجزائري لما خذا تعريف للسمع البصري ولا للصحافة ياخذوا على اساس انه هو عباره عن نقل الحقيقه، هي عباره لما نروحوا للنصوص القانونيه الجزائريه ما كانش فيه نقل الحقيقه، لا في التعريف الفقهي الفقهاء كلهم يقولوا على اساس، حتى في القانون كله في القانون المقارنه كلها عباره عن نقل الحقيقه، ماهوش تحريف، نقل الحقيقه. اما فيما يخص التعريف تاع القانون الجزائري ما كان حتى حرف ولا جملة تتكلم عن الحقيقة، يعني نقل الحقيقة للجمهور، ما كانش يعني يمكن أي واحد راح يطلع على النصوص القانونية يشوف إذا كان يتعلق الأمر بنقل الحقيقة أو لا، ما كانش الكلام هذا ما يخلقش أصلا. نعود الآن
بهذه السلطه الاداريه المستقله اللي داروها في المجال السمعي البصري. هذه السلطه المستقله ما نتكلمش على التكييف القانوني تاعها، ما نتكلمش على الصلاحيات نتاعها، يكفيني انا، يكفيني الشيء اللي يكفيني ما تقوم به هذه السلطه. السلطه لما تتدخل يعني تاخذ 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 اي اجراء عقابي قمعي هي لما تقوم بهذا الشيء واش هو المرجع نتاعها؟ بطبيعه الحال هو القانون. لما يكون المرجع تاعها هو القانون، لما يقول لك اي امر يعني يخالف التشريعات والتنظيمات، بطبيعه الحال لما انت توضع لي التشريعات والتنظيمات على حسابك انت، من بعد دير لي قانون السمعي البصري تقول بانه كل واحد يخالف هذه التنظيمات وكذا، ولما نروح لقوانين التنظيمات اي يعني معارضه ولا اي انتقاد ولا كذا يعتبر يتم تاويله وتفسيره على اساس انه يدخل من ضمن المجالات المحظوره. كيفاش تدخل لي انا حريه الاعلام وحريه التعبير، تدخلوا يعني تزير عليه يعني تضييق حريه الاعلام، هذا تضييق عليه للدرجه انه اصبحت ممارسه الصحافه في الجزائر جريمه، يعني ماهيش اصبحت جريمه سمير، حتى انه ربما حتى انه كاين تباين كبير بين النصوص القانونيه والتطبيق تاعها في ارض الواقع. نعم، التطبيق النصوص القانونيه، قلت اولا الحاجه الاولى فيه نصوص قانونيه حتى التطبيق تاعها يعود بالسلب الى 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 النشاط الصحفي، ويعود بالسلب الى الحريه الاعلام، ويعود بالسلب. هي عباره عن نصوص قانونيه ماهيش من اجل ضمان حريه التعبير، لا، انما هي نصوص قانونيه تضيق على حريه التعبير. او دخل الاستاذ الكريم واعطى اشاره لهذا الشيء، انا قراءتي الخاصه راني طولت، تسمحي لي يعني. معليش سمير، تفضل بغياب مبرر. قراءتي يعني باختصار قراءتي الخاصه. قراءتي الخاصه واش هي؟ اذا يعني المستمعين باش يفهموا امر اما حاجه واحده. كاين بعض الامور بعض الامور القناه لما تقوم ببث بعض المواضيع ربما هي في البث نتاعها راهي ارتكبت يعني جرم من الجرائم او يعني اي سلوك من السلوكات المعاقب عليه او اللي تؤدي الى الغلق ولا سحب الاعتماد او اي اجراء يعني قمعي كما خذوه مع هذا. وكان كان 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 تفكروا لاشين تاع واش اسمها هذيك التاشيلي الاطلسي. ايه رانا عندنا تجربه في الاطلسي وعندنا تجارب كثيره. اذا هذه الغلق هذا الاجراء هذا المتخذ. نعم. الان يعطوك قناه ويقول لك تكلم فيها كما تحب، ولما تكلم فيها تحب يعني تعود ترتكب الاخطاء. نعم. يفها على اساس انها هي اخطاء ثم يقوموا بالغلق. المشكل سيدتي ماهوش في القناه المغلوقه، لا، ماشي هي المستهدفه، لانه هي راهي موجوده من اجل نقل هذه الفكره بانه كل من يتكلم سوف يغلق، كل من يتكلم سوف يغلق. وكيفاش هذا الكلام اللي راح يغلق؟ الكلام اللي يغلق هو الكلام اللي فيه كذا وكذا كذا وكذا، كل شيء محدد عن طريق التنظيمات. نعم. وراه غامض وكذا. الان يمشوا الى غلق القناه، بطبيعه الحال يغلقوا القناه حتى الفكر ولا ذهن الشعب يعود يتقبل الفكره هذه، باش يدخلوا الى ما يعني قامت به ايران فيما يخص المواقع الاجتماعيه. اراهم جايين بوحده وحده ان شاء الله، يقول لك ما دام انه هذه القناه راهي تدير يعني تبث امور تحرر الى يعني تفتن ولا تقوم بكذا ولا تقوم بكذا، فالمواقع التواصل الاجتماعي مثلا راهي دير نفس الشيء. فمن صلاحيه السلطه انها تتدخل حتى تقضي عليه، وجات الفكره هذه وراهي تمشي وراهم ماشيين لها. المقصود ليست القناه. نعم هي المواقع الاجتماعيه. نعم. هي جايه يديروها كيما ايران، راهم رايحين يديروها كيما ايران، رايحين توقف هذا التواصل الاجتماعي والغبار يجيبوه تولى وربي يجيب الخير ان شاء الله. شكرا سمير، شكرا جزيلا. ننهيو ربما هذا التدخل على هذه الكلمه.
شكرا. الى اللقاء. شكرا جزيلا. الى اللقاء. السلام عليكم. السلام عليكم. مازلنا دائما على مرن ساكتين على 077-77-66-98 تاولنا اتصلوا بنا شاركونا الحديث والنقاش حول هذه القرارات، حول المشهد الإعلامي بصفة عامة، انتوما كمستهلكين لهذه القنوات، انتوما كجمهور ربما تابعوا برامج هذه القنوات وتستعملوا هذه القنوات لبوغ سانفورمي ولما لا للترفيه، لأنه دور من أدوار القنوات هذا هي الترفيه، الترفيه العام. اتصلوا بنا، هذا هو موضوع اليوم، اعطونا آراءكم حول الموضوع. تقول سلطة السمعية البصري فيما يخص غلق النهائي والفوري لقناة لينا أنها سجلت سقطات مهنية خطيرة تقترفها القناة تؤدي إلى تأجيج الوضع في مثل هذه الظروف الحساسة، وقالت أن القناة تعدت على القواعد المطبقة على النشاط السمعي البصري وتساهم في بث الخطاب التحريضي والتضليلي للرأي العام سواء بطريقة مباشرة أو بأسلوب إيحائي. كان هذا توضيح أو كان هذا بيان السلطة السمعية البصري فيما يخص غلق قناة لينا تيفي النهائي والفوري. أرأكم على 077-77-66-98 زيدوا 5 دقائق وننهي وأعادة اليوم نحاول نستقبل أكبر عدد من الاتصالات في هذه الدقائق الأخيرة قبل ما ننهي عدد اليوم. للأسف لحقنا لنهاية عدد اليوم لمرنش ساكتين، شكرا جزيلا لكل واحد حاول يتصل بنا، حاولنا نعود نتصلوا بالناس اللي كانوا تصلوا بنا من قبل لكن ما مش يردوا. شكرا جزيلا للفريق التقني ليندا سلماني ومهدي، شكرا جزيلا لكم انتم اللي كتبتوا لنا كومنتار ولا حاولتوا تتصلوا بنا. نعود نقول لكم نهار الخميس في عدد جديد، موضوع جديد، نفس القناة، نفس الشخص، لكن الآراء دائما تبقى مختلفة.